الله أجمعين. سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، الحمد لله القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والقائل سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والصلاة والسلام على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم القائل: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا متاع ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، فطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة في هذا البلد المبارك وجوار هذا البيت المبارك على طاعته، وجمعنا على الإسلام، أن يجمعنا في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونهنئكم على الإسلام، هذا الشرف العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الثبات، وأن يجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنات. ومعنا في هذه الساعة المباركة شيخنا العالم الجليل الفقيه الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله، وشيخنا غني عن التعريف، بقية السلف وإمام المحدثين وبركة الزمان هذا الذي نحن فيه، نسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية. وشيخنا ينهانا عن الكلام، ولا شيخنا غني عن التعريف ولا يوجد كلام يوفيه حقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره على طاعته، وأن يلبسه ثوب العافية، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل خطواته هذه في موازين حسناته. وهذا من الرزق ومن التوفيق أن يأتي شيخنا لهذا البرنامج، برنامج عمرة العالم، هذا البرنامج المميز، فهذا من التوفيق ومن الرزق. نسأل الله سبحانه وتعالى، نستمع لشيخنا، نسأل الله أن يفتح عليه فتوح العارفين، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين. The value of seeking knowledge and the status of the ulama in Islam. And he asked Allah subhanahu wa ta'ala, as he gathered us in this place, to do me together as all inshallah of the alameen with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and give us a chance to break from his hawl and akhirah, inshallah of the alameen. And our brother congratulates all of you to be Muslim, alhamdulillah, rabbil alameen. This is the best ni'mah. And ask Allah subhanahu wa ta'ala to gather us all inshallah of the alameen as he give us a chance to be in Ramadan al-Haram, to be with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the high of the of the paradise. And we welcome the prominent Shaykh, or Shaykh Mustafa al-Adam from Egypt, one of the prominent Imams actually from Egypt. And his rizq and barakah and tawfiq, that Allah subhanahu wa ta'ala made this chance easy for all of us together with Shaykh inshallah, and to listen to him and ask him inshallah whatever we want at the end of his speech. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هنيئا لكم وهنيئا لنا جميعا بالإسلام، دين الأنبياء، دين المرسلين. هنيئا لكم وهنيئا لنا بأن أخرجنا الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهنيئا لكم بعمرتكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. بل وقال الله سبحانه في كتابه الكريم: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شكر الله لكم مجيئكم إلى هذا البلد الحرام، وجعلها رحلة مباركة ميمونة، رحلة عمرة العالم. هنيئا لنا جميعا بأن جمعنا الله سبحانه وتعالى على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات،
بارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله، دخلتم في دين قيم هو خير الأديان، دين الأنبياء، دين المرسلين، الدين الذي اصطفاه الله عز وجل للخلق. إن الدين عند الله الإسلام، فهنيئا لنا ولكم بالإسلام، ونسأل الله الثبات عليه حتى الممات. تفضل يا دكتور. Now, if the Sheikh starts with the intellectual end, he can correct me. So, you all is, alhamdulillah, this is the religion of the prophets and the religion of all the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah that he, the Almighty, brought us out of the darkness to the light. And congratulations for the good Umrah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the Khubar Umrah to the other Umrah is an expiation for what happens in between both of them, except for the kara'ib, the great sins. And Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, is thankful. So thank Allah subhanahu wa ta'ala for making you blessed by being here in Barad al-Haram, in the sacred city of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make this great umrah, and we congratulate each other for being Muslims, and all of us revolve around the Sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala, and we should be grateful that Allah subhanahu wa ta'ala facilitates for us to be among those who know the best religion that Allah subhanahu wa ta'ala chose for His people, for His creation, for His disciples, for His prophets. May Allah subhanahu wa ta'ala make us all steadfast in this religion until we meet Him in our land. أيها الإخوة والأخوات، لقد دخلتم ولله الحمد دينا سهلا يسيرا سمحا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأصدق القائلين ما جعل عليكم في الدين من حرج، فدين سهل وسمح ويسير، ولكم كتاب يسره الله للذكر، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. دين ليس فيه حرج، وليس فيه عنت، وليست فيه مشقة، كله يسر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهنيئا لكم بهذا الدين اليسير السهل السمح. الحمد لله على هذا الدين السمح السهل، لا فرق لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لرجل على امرأة، ولا لامرأة على رجل، إلا بالتقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكريم هو التقي، هذا الميزان في ديننا. الأكرم هو الأتقى، والذي يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah that you are all, we all from an Asian religion. Allah subhanahu wa ta'ala made it known. Allah subhanahu wa ta'ala There is no hardship in religion. Allah subhanahu wa ta'ala promised. Allah subhanahu wa ta'ala promised to remove the hardship from the injunctions of Islam. Allah subhanahu wa ta'ala made also the book of the Quran, the book of the Islam, the Quran, easy to memorize, and said, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. We have made the Quran easy to be memorized. And it is dependent on you to start memorizing the Quran. So all the religion of Islam is easy. The Sheikh said also that there is no preference for an Arab over a non-Arab. There is no preference for a white over a black, or for a man over a woman, or for a woman over a man, except by taqwa, except by piety.
Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. The best amongst you in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala are those who are muttaqeen, who are the pious. أيها الأخوة الكرام، إذا تدبرتم كتاب الله سبحانه وتعالى تجدون أنه لم يذكر أي صحابي في القرآن باسمه إلا زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى من الموالي، ولم يذكر كافر بلقبه إلا أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأكرم دائما هو الأتقى. لم تنفع أبا لهب قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنفع ابن نوح قرابته من أبيه ابن أبيه، ولم تنفع آزر كونه ابن إبراهيم عليه السلام، ولم تضر آسية امرأة فرعون كفر زوجها. فالحمد لله على هذا الدين، وهذا ما يؤكد أن الأكرم عند الله هو الأتقى. والأتقى وكما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. الأتقى هو الأسرع امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الأتقى هو الذي يراقب الله ويعلم أن الله يراه ويخشاه في السر والعلن. There is no companion of the Prophet وسلم mentioned by name in the whole of the Quran except Zayd ibn Haritha رضي الله عنه. And if you contemplate the Holy Quran, we will not find an unbeliever who was mentioned by his kunya except the uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. So in this case, we'll find that the Quran mentioned Zayd as a taqi, as an example of those people who maintain taqwa. And Abu Lahab as an unbeliever that was not benefited from his relationship with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then the pious person is the most favored in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And we find out also that the son of Prophet Nuh alayhi salam was not benefited from his relationship with his father. And also Azar, the father of Ibrahim alayhi salam, was not benefited from his relationship with Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Also Asiya Zawjat Fir'aun, the wife of Fir'aun, was not hurt or harmed by the relationship of her non-believing husband. And this, according to the Shaykh, this confirms that the best in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala are those who are al-muttaqeen. And those al-muttaqeen, they are also the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, those who are loyal to Allah subhanahu wa ta'ala, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala in other translation. And there is no harm, there is no fear, there is no stress for those who fall in this category of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. And the wali and the muttaqi is the one who hasten in following the command of Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alayhi wa sallam. ألا وهو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد تكاثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. بعض الروايات قال: قل آمنت بالله ثم استقم، بإيجاز قل آمنت بالله ثم استقم. فها أنتم والحمد لله أتيتم من بقاع الأرض مؤمنين بالله بأنه إله واحد لا شريك له، لا ولد له، لا ند له، لا صاحبة له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الذي يعز ويذل ويكرم ويهين
ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويبتلي ويعافي، هو الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. هنيئا لكم بهذا، آمنتم كذلك بملائكة الله الكرام، آمنتم بذلك، آمنتم أيضا برسل الله الكرام، آمنتم أيضا بالكتب التي أنزلها الله كلها، آمنتم أيضا بقضاء الله وقدره، آمنتم بالله واليوم الآخر، فهنيئا لكم. ومن ثم لزمتكم الاستقامة، and it will help you to enter the paradise. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam told him, say, "Aminu billahi thumma istaqim," say, "I believe in Allah subhanahu wa ta'ala," then it will be straightforward. And the Shaykh started to narrate how to be mustaqim, how to be in the right path. And alhamdulillah that all of you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and the Shaykh mentioned the six articles, I believe. And Allah subhanahu wa ta'ala is the only one, the only one true God to be worshipped. There is no partner for Allah subhanahu wa ta'ala. You believe that there is no wife of Allah subhanahu wa ta'ala, there is no son. Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of everything. Allah subhanahu wa ta'ala, He looks over everything and controls everything. And He gives and He takes, He makes you happy, He makes you sad. Allah subhanahu wa ta'ala is the Almighty. So all of us believe in that, alhamdulillah rabbil alamin. We believe also in the angels. Allah subhanahu wa ta'ala, you believe in the books that Allah subhanahu wa ta'ala revealed in His messages. You believe in the messengers and the Prophet that Allah subhanahu wa ta'ala sent to the humanity. You believe in Qadr and believe in the hereafter. Congratulations for believing in all of this, of course. And now it is time for us to come, how to be steadfast in religion, how to follow this and be on the right path. وعلى قدر إيمانك تتأتى الاستقامة، فالمعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح، والمعتقد الفاسد يتبعه عمل فاسد. فإذا اعتقدت في الملائكة حق الاعتقاد علمت مما علمنا الله في كتابه وعلمنا رسوله في سنته أن هناك ملائكة، عن أيماننا وعن شمائلنا، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملائكة يكتبون الأعمال، كما قال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ملائكة حافظة يحفظنا الله بهم، كما قال: لهم معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله. استقمت إذ علمت أن أعمالك تكتب وأن أقوالك تسجل. استقمت على الصلاة إذا علمت أن الملائكة تشهد صلاة الفجر وصلاة العصر، فيعرجون إلى ربهم فيسألهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. فكلما قوي الاعتقاد وصح، كلما صح العمل، كلما صح العمل. لذا إذا اعتقدت في اليوم الآخر اعتقادا صحيحا استقمت على أمر الله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الكلمة الصغيرة والمظلمة الصغيرة تكتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بادرت إلى الخيرات وابتعدت عن المحرمات، فالاعتقاد الصحيح يتبعه عمل صحيح. وبالله التوفيق. The Shaykh said that having the right faith means that you do the right amal, the right action, the right deed. And the question is, if somebody has a rooted aqidah or a wrong aqidah, he will also do the wrong deed.
For example, the Shaykh said that you believe in the Malaika. If you believe in the Malaika, you will know that you have the angels who are writing down your actions and deeds. Now that is mentioned in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that in details. We have also the Malaika that preserve and protect you from behind, from the front, from both sides. So if you believe in that, and the more strong your aqidah is in this, of course your amal, your deed, will be also in the right direction. Following the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the more strong your aqidah is, the more strong your amal is. For example, in the hereafter. If you believe in the hereafter, you will prepare yourself for the hereafter. And for example, the Shaykh mentioned the example of how to be steadfast in prayer. If you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, since the Malaika to witness the Fajr prayer and the Asr prayer, then you will be keen to attend both prayers. And when the Malaika assembled Allah subhanahu wa ta'ala, he subhanahu wa ta'ala knows what he asked them, how do you lead the servants? So we showed them at the beginning that while you were praying, and we met them while you were praying. So we saw you in the Fajr praying, and we lift you. أيها الإخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ما معنى لا تطغوا؟ لا تتجاوز الحد، لا تتجاوز الحد بتشدد، لا تتجاوز الحد بتحريم ما أحل الله، لا تتجاوز الحد في تحريم أطعمة أحلها الله. استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تطغوا، لا تتجاوزوا الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى لكم. فهذا لازم أن تمعنوا النظر فيه. ما معنى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا؟ وكما قال الله سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وقد قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. في الآيات الأخر نهى الله سبحانه وتعالى عن الاعتداء: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلا نتجاوز الحد ولا نشق على أنفسنا، إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. بارك الله فيكم ووفقنا الله إياكم. الله سبحانه وتعالى commanded his messenger صلى الله عليه وسلم in the Quran to be straightforward, steadfast. And he said to him, addressing also the companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم, استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا, and do not exceed. Don't exceed the moderate limit. Allah subhanahu wa ta'ala said, for example, in other verses in the Quran, O Messenger of Allah, why do you prohibit for yourself what Allah subhanahu wa ta'ala has made lawful for you? Allah subhanahu wa ta'ala commanded the believers to eat from the rizq of Allah subhanahu wa ta'ala, all the halal and tayyib. And it is mentioned also in the Quran, do not to transgress. Allah subhanahu wa ta'ala does not like those who transgress. So the Prophet ﷺ was commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to be balanced, to be a balanced life. And the Shaykh mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala has a right to you. You have a right for yourself. Your family has also a right, a due right. And your fellow brothers and sisters have also due rights. So give everybody that you write and the rest of it, you write, then this will help you to be steadfast in religion, inshallah rabbil alameen. The Allah subhanahu wa ta'ala gives you all and guide us all, inshallah rabbil alameen, to what pleases him, and make us all steadfast in religion, Allahumma ameen, barakallahu feekum, wa jazakumullahu khairan.
جزاك الله شيخنا الله يجعل هذه الكلمات ما قاله ما سمعنا في موازين حسناته وان يثيبه وان يعلي قدره. وهذا التأصيل العلمي وتأصيل المنهج الحياة الإسلام نظم لنا كل شيء، فنسأل الله سبحانه وتعالى يجزي شيخنا خير الجزاء. والآن يا أخوة لو في أسئلة باب الأسئلة أحد عنده سؤال فتوى معينة فليتفضل مشكور. We are على reward to the Shaykh for this. The best of this short speech, that it is very important to have a methodology of thinking. And now the floor is open for any questions. If you have any questions or comments, what has been said or not, then please feel free. في أسئلة موجودة جاهزة؟ ما عندنا شيء جاهز، لكن نفتح المجال للقاعة يعني. نفتح طيب القاعة لو في أسئلة. Yes, I'm excited. خلاص أحسن الصوت. Okay, the last question is for Dr. Sheikh Ala. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. الله يكرم. كانت بالنسبة لنا مهمة جدا. هو يقول إن كان من النصيحة كيف نطهر قلوبنا، كيف نزكي أنفسنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسأل الأخ الكريم بارك الله فيه كيف نطهر قلوبنا وكيف نزكي أنفسنا، والله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاتني أن أقدم الشكر بعد شكري لله للكريمين اللذين تفضلا بالدعوة، أخي محمد بن سمير وفقه الله، وأخي الشيخ عبد الرحمن السحلبي وفقه الله. فلا يشكر الله من لا يشكر الناس. أقول كيف نزكي أنفسنا، ولا أعني التزكية التي فعلها الشيخ محمد سمير في المقدمة، فأنا لا أوافق على هذا الثناء، لأن الله قال فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، ولأن رجلا أثنى على رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمام النبي فقال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، لأن النبي قال عفوا ويلك قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قال ثلاث مرات، لكن أشكره على أي حال. فله وجهته الفقهية في هذا الصدد وفقه الله. أقول كيف نزكي أنفسنا؟ أولا نسأل الله أن يزكيها لنا، فلن تصلح لنا نفوسنا إلا إذا طهرها الله لنا. فلذلك كان من دعاء رسول الله اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيضا قال الله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء، يطهر من يشاء. فعلينا أن نسأل الله أولا أن يطهر لنا قلوبنا، هو الذي يملكها سبحانه. وقد قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قلب الذي في صدري لا أستطيع أن أتحكم فيه، فالذي يطهره لي هو الله. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. هذا أول شيء نسأل الله أن يطهر لنا قلوبنا وأن يزكيها لنا. الشيء الثاني الإكثار من الاستغفار، فالذنوب تؤثر على القلب تسوده، إذا استغفرت محى الله هذا الأثر. قال عليه الصلاة والسلام في حديثه إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، إن تاب محيت
إن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال هذا الران الذي ذكر الله في كتابه. ثم شيء ثالث: عدم الخوض في الأعراض، عدم القيل والقال، فكل ذلك يؤثر على القلب ويجعله يظلم. لا تنقض العهد والميثاق مع أحد، استمع للمواعظ الحين بعد الحين، اقرأ قصص الأنبياء، اقرأ قصص الصالحين، بها تزكو نفسك بإذن الله تعالى. ثم صادق أهل الفضل وأهل الصلاح، واستفد منهم ومن هديهم ومن سمتهم، وفقكم الله. قبل قصص الأنبياء ظلم العباد، اتقي ظلم العباد. The Shaykh is Allah Khair and started again talking about the Tazkiyah. He said that this Tazkiyah is not the Tazkiyah as Shaykh Muhammad did in the beginning by introducing the Shaykh, because Allah Khair. And the Shaykh thanked Lord Muhammad and Shaykh Rahman for this invitation and for having the chance to be with us today, alhamdulillah. And he said that the first advice to purify our hearts is to ask Allah Subhanahu wa Ta'ala to hold us. Because Allah subhanahu wa ta'ala, you know, has control over the heart. So if you need your heart to be purified, ask Allah subhanahu wa ta'ala first to guide you and help you to purify your heart. And that's why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to pray for Allah subhanahu wa ta'ala to quiet our nufus to the best of taqwa and to get the best of tazkiyah. The second advice is ask Allah subhanahu wa ta'ala to purify the heart again. And the third is making a lot of istighfar. Because when we make a sin, the heart is infected by a black spot. It is a negative, a black spot. This negative, this black spot increases if you do not make istighfar. But once you make istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala makes it gone. So it is erased, it is black. But for those who do not make istighfar, we have different spots, black spots, until their heart is really completely black. And the Shaykh mentioned here the example of Aram and mentioned the ayah talking about this layer of, you know, Aram, this layer of لا بس أنا بطلب دقيقتين لازم أحثهم على العلم والنقطة التي أنت أشرت إليها. And makes it unable to feel the proper feeling of the spirituality that should be in their heart. And the fourth thing is to protect your tongue from falling into the unknowful, talking about the others, the bad biases of the others, and committing the wrong for the others. And not fulfilling, for example, the promises. All this influences the heart. And if you want Allah subhanahu wa ta'ala to help you to purify your heart, you should stop or keep yourself away from the wages, may Allah subhanahu wa ta'ala help us all and elevate our souls and purify our hearts. طيب لعل شيخنا يتكلم الدكتور محمود في مسألة سؤال فضل العلم شيخنا، وحدثنا عن مسألة الدعوة بالحسنى والتسامح ومسألة التراحم فيما بينهم عدم الاختلاف. انت كرمت الله يسلمك. الشيخ محمد أسد الشيخ جيرس comment on the merits of seeking knowledge and the art of making da'wah in a peaceful way, in a wise way. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أذكر نفسي وإخواني بفضل العلم. يلزمنا أن نتعلم، لأننا سنسأل عن كتاب الله وسنسأل عن سنة رسول الله. أعمارنا قصيرة،
ركزوا في التعلم على كتاب الله وسنة رسول الله. الله يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلا ينبغي أبدا أن تسأل عن رسول الله وتكون جاهلا به وبكلامه. لا ينبغي أن تسأل عن القرآن وأنت لا تعرف معناه. اجتهدوا في تحصيل العلم، اجتهدوا في تحصيل العلم، ابتعدوا عن القيل والقال، تعلموا ماذا يريد الله منا، ماذا يريد رسول الله منا. لا تضيعوا أوقاتكم في القيل والقال والطعن في الأعراض وفلان فعل وفلان لم يفعل. ركزوا على كتاب الله وسنة رسول الله، تعلموها. الرسول يقول إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، وربنا يقول فربك لنسألنهم أجمعين، ويقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. اجتهدوا يا إخوة، اجتهدنا يا أخوات في أن تتعلموا وتتعلمنا كتاب الله وسنة رسول الله. نحن عبيد لله، نريد أن نعرف ماذا يريد منا ربنا، ماذا يريد منا نبينا، ونمتثل وندعو بالحكمة والموعظة الحسنة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفقنا الله إياكم، وما التوفيق إلا بالله، وما التوفيق إلا من الله. قال العبد الصالح والنبي الكريم شعيب عليه السلام إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. He said that he will be asked about the book of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a shame when we read Allah subhanahu wa ta'ala after our short life that he asks us about Al-Qur'an and we don't know anything about the Qur'an. And he would ask us about the Sunnah sallallahu alayhi wa sallam, and we don't know enough about the Sunnah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala said, I will actually take oath by your Lord to ask them all about what they have done. So everybody will be questioned in front of Allah subhanahu wa ta'ala. How come we stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala and ask about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? Why we don't really recognize? We don't know who is the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We do not know the Quran. Really, we don't think they understand the Quran. We should know what Allah subhanahu wa ta'ala wants for us. We should know and learn what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam wants for us. And we should know what the Quran needs from us to be prosperous and successful in the hereafter. So dear brothers and sisters, please exert your effort and do your best to seek knowledge. Do your best to make da'wah wisely with hikmati wa mu'idhat al-hasan. Do the best and the wise da'wah to guide the hearts of the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala to his path. And this is the combination of the shaykh. Right. Mike. There are no more other questions, so I hope that all of the brothers can take away from that the assistance as well. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. It's nice to see your name and the country you are from. Ismakum in ayy dawla. So we can... My name is Yusuf. I'm from Holland, 38 years old. Hello, Ismail Yusuf. Good morning. I'm from Holland. I want to ask the Sheikh what is the best way of doing da'wah and the best way of specific of doing da'wah to your own family members, like your parents and the members you love. We can ask the Sheikh for who after the school the da'wah to you, khasatan lil walidain wa afrad al usra. Yas'al barakallahu fi an sifat ad-du'a lil walidain. صفة الدعائين الوالدين غير المسلمين هم أحياء أو قد ماتا، أحياء أو ماتا، الدعوة 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 لأفراد الأسرة غير المسلمين كيف يتعامل معهم وكيف يدعوهم. كيف أدعو أهل بيتي، والدي، أبنائي، بناتي للإسلام؟ هذا يتأتى بالنظر في كتاب الله. انظر
كيف دعا الخليل إبراهيم عليه السلام أباه: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، خذ من كتاب الله أفضل شيء تدعو به الوالدين. كيف أدعو لأبنائي؟ خذ وصية لقمان وهو يوجه الدعوة لابنه: لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني أقم الصلاة، دعوات طيبة. يعقوب يجمع أبناءه يقول لهم: يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، خوفه بالنار، ذكره بالجنة التي أعدت للمتقين، ذكره بالموت فكلنا سنموت، وماذا بعد الموت؟ يجازى المحسن بإحسانه، يجازى المسيء بإساءته. ذكره بالموت، ذكره بالجنة، ذكره بالنار، بين له أن الله إله واحد هو الذي يأمر وينهى، وأنا وأنت وكل الموجودون تخضع جباهنا لله خالقنا، خالقنا سبحانه. هذه الأصول خذها من كتاب الله، خذها من سنة رسول الله. الرسول يجد في فم الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة يقول: كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة برفق ولين؟ بارك الله فيك. The guidance of the Quran. When you contemplate in the book of Allah subhanahu wa ta'ala, you'll find out that Sayyidina Ibrahim alayhi salam, while making power for his father, he was repeatedly saying this word, "Ya Abati, O my father, follow me, I'll guide you to the right path. Follow me, don't follow the shaitan, the enemy of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm afraid that you will end up in the hellfire. I'm afraid for you that this and this will happen to you." He was gently inviting and calling upon his father to follow the path of Allah subhanahu wa ta'ala and abandon the path of the shaitan. If you look at the example of Sayyidina Umayr alayhi salam, he was giving, you know, some recommendations to his son, how to act, how to do, how to think, how to practice his religion. This is a very good example for making da'wah to the children. If you look at the example of Sayyidina Yaqub alayhi salam, where he was gathering his children and emphasizing that they should die as Muslims, and he was also making the recommendations to them to follow the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh said that we should remind them of the hereafter, the only truth, remind them of the death, the Jannah, the Naar, and that Allah subhanahu wa ta'ala is the only God to be worshipped. And take from the book of Allah subhanahu wa ta'ala these examples, inshallah they will be the best methodology to the da'wah to your parents, because you will be facing them with the reality, to the truth, what will end up at after this short life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where are you from? Abu Bakr Siddiq from India. I just want to advise and want to have the satisfaction of Allah. How I want to spend my time. The brother said, أنه يريد أن يحقق رضا الله سبحانه وتعالى فكيف ينفق يومه يصل إلى رضا يومه العمل يوم الذي حقق رضا الله عز وجل عمل يومه. الحمد لله والصلاة والسلام على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيا سلف الكريم، ومن بلاد الهند
قد من الله عليه بالإيمان والإسلام، كيف نحقق رضا الله عنا سبحانه؟ كيف نلتمس رضا الله علينا وعنا؟ بداية الناس قد يختلفون في بعض الأمور، لكن هناك أشياء متفق عليها. نبدأ يومنا بصلاة الفجر وفي جماعة قدر استطاعتنا، لأن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا جلسنا في المسجد نذكر الله حتى تطلع الشمس ونتلو ما استطعنا من كتاب الله، صلي 4 ركعات. فإن النبي قال يا ابن آدم، فإن الله قال يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، تلتمس عملك الحلال الطيب، تمشي في مناكبها وكل من رزقه، تحافظ على الفروض في أوقاتها، تحفظ لسانك مما لا فائدة لك فيه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، تؤدي لأهلك حقهم، لأبنائك حقهم، لجيرانك حقهم، لأضيافك حقهم. هذا على وجه الإجمال. ثم بعد ذلك على كل شخص تبعات سيسأل عنها بخصوصه، فهذا قد يختلف عن هذا عن ذاك. اجعل كتاب الله بين يديك سمعا وطاعة لله سبحانه ولرسوله. That you know, to begin your time with obedience, to begin your day with Salat al-Fajr, because Salat al-Fajr is being witnessed by the Malaika, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that in the Quran. And after that, if you have the time, you can travel, start by praying to the Quran, and then before going to your work, avoiding that piety, avoiding hurting others, so they can commit in wrong. The Shaykh mentioned also the verse of the Quran. كنت كلمت عبد الرحمن المهيدي أخو الشيخ حماد، الشيخ حماد فكلفني بإبلاغ السلام له، كنت أستشيره يعني، قل عبد الرحمن في الرياض، نعم وكيف لك السلام؟ الله يسلمك، الله يسلمك. سؤال آخر، سؤال عشان الصلاة والإقصاء. سؤال من التلفزيون ما شاء الله، الآن عندنا مكان أبعد. اليابان ما في أسئلة دكتور؟ قل له مع سبيل الطرفة كده. الشيخ يسأل اليابان مؤدبين وصالحين، ما عندهم أسئلة؟ بالعربي. أنت بترجم عربي، ترجم أنت بترجم. بترجم عربي، عايز أفهم عربي، كنت عربي كده. هذه ترجمة مصرية. الشيخ is asking the Japanese delegation. You are quiet and you have no questions. تفضل سؤالك يا فيلبين. تفضل. I am Abdul Haq from Philippines. I wrote about the Jordan Muslims. الموضوع اسمه عمرة بين عمرة بين عمرة العالم. عمرة العالم، برنامج عمرة العالم. هو عبد الحق من الفلبين ويعمل في مركز دعوة غير المسلمين في بلدنا، ويريدنا الشيخ أن يوضح قليلا أو يفصل في مفهوم الدعوة بالحكمة. الحكمة، نعم. هذا موضوع طويل. دعوة بالحكمة موضوع اختصار. أقول من أفضل الحكمة، الحكمة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرفقة. ولما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأنا أذكر فقط بحديث واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تستفيد منه كيف كان حكيما في توجيهه. جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذن لي في الزنا يا رسول الله.
ما زجره النبي ولا نهره، لكن سأله سؤالا: أترضى لأمك؟ قال: لا. قال: أترضى لأختك؟ قال: لا. قال: أترضى لابنتك؟ قال: لا. قال: وكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعمتهم. سكن الشاب. صورة أخرى: جاء عربي وبال في المسجد أمام رسول الله وأمام المسلمين. بال الأعرابي في المسجد، لوث المسجد بالبول، فقام الصحابة ينتهرونه، فقال النبي: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. بال في المسجد والناس يريدون أن يضربونه، فلما انتهى من البول قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن. فنام المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. الشيخ gave two examples based on one basic concept, which is rifq. And he mentioned the hadith of Rasulullah ﷺ that gentleness, whatever it is, is the best. لا إن شاء الله. لا نفطر في الحرم مع الناس خلاص. And he mentioned two examples of the Sunnah of Rasulullah ﷺ. The first example of the young man who came to the Prophet صلى الله عليه وسلم and said, "O Messenger of Allah." هل يخص الأخ عماد معدتك بالذكر في الشكر لعمر حول العالم ولا مطلوبة مطلوبة؟ لا يشكر الله من لا يشكر الله. الله يسلمك. هي أكسبت في مرة شيخ عماد عائلة بعيدة كريمة أو مؤسسة. صلى الله عليه وسلم. سيد عماد المهيدي واخوانه ونعزف امه برضه توفيت قريب. سيد عماد المهيدي حياه جميل شفتها معكم. حياه جميل والصحابه رضي الله عليهم يسوهم دون ذات ختاما يلزمنا دائما وابدا ان نشكر الله على عظيم نعمه وآلائه، فما بكم من نعمة فمن الله. ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نشكر إخواننا الذين قاموا بهذا العمل المجيد الكبير ألا هو عمرة العالم، جمعوا فيها أعدادا من الذين دخلوا الإسلام من شتى بقاع الأرض، فجزاهم الله كل خير. نشكر الإخوة القائمين على مؤسسة المهيدب لخدمة المجتمع، بارك الله فيهم وحفظهم الله. ونشكر الله عماد المهيدب كبير هذه الأسرة وكبير هذه المؤسسة ومديرها، وكذلك مديرها الأخ عبد الرحمن السحلابي حفظه الله تعالى. ونشكر كل من عاونوهم، نشكر وزارة الحج والأوقاف في المملكة العربية السعودية، الحج والعمرة لاستضافتها لهذا العمل الكبير، ونشكر الإخوة القائمين على الحرمين الشريفين وعلى إدارتهما لحسن استقبالهما ولحفاوتهما للقادمين إلى بيت الله الحرام. أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم جميعا، وأن يسددهم الله، وأن يبارك فيهم، وأن يحفظهم. والشكر بعد شكر الله وشكر القائمين على هذا العمل،
موصول لإخواني وأخواتي الذين بذلوا من وقتهم وجهدهم وقتا وجهدا للإتيان إلى بلد الله الحرام. وأشكر الإخوة الدكتور محمود المشرف حفظه الله تعالى والمترجم، نسأل الله أن يجعل لسانه طلقا وسمحا بذكر الله تعالى، والأخ الدكتور صبري شريف، ولا أقول كما قلت المصري شريف بل شريف، شرفك الله بطاعته، وأخي الشيخ دكتور محمد بن سمير وفقه الله، وأخي الشيخ عبد الرحمن صاحبانا، بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. والله يعني سعدنا الله يسعدنا وإياكم بالإيمان والطاعة. كرمك الله. كل كلمة قلتها. لك من يستشكر. الله يسعدك. نفع الله بكم. لا 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 لا. نعمل على المادة، نحبكم دبلجة، الآن في دبلجة، دبلجة لعدة لغات، نأخذ المواد هذه دبلجة، الآن دبلجة أوكرانية، دبلجوا كلمات الأوكراني والروسي، شفت الفرق. ممكن أن نعمل مقاطع الشيخ الدعوية هنا، عندنا تفسير القرآن كامل صوتي وصورة إن شاء الله، إذا كان ينفع أي حاجة إحنا خدام لكم. الله يسلمك. من أتبلغ Mecca al-Mukarrama, and being here for these 2 weeks with all the difficulties that you went through, traveling for long hours and staying in a place different than your own comfort zone. May Allah subhanahu wa ta'ala make this in your scale of hasanat, inshallah, Rabbil Alameen, and gather us in the hereafter as you gathered us in dunya, inshallah. Barakallahu feekum wa jazakumullahu khairan. And the Shaykh, inshallah, Rabbil Alameen, will leave us now. So maybe at the end, you'd like to make a dua. But before the dua, Brother Sabri. Salatan an nafsi, wa niyabatan an ikhwani, yani fi mhaydib wa fariq al-amal. Atawajjah wa shukri lillah. Wa shaykh, fadilat shaykh, aladhi sharrafana bi hudurihi, bi kalimatihi al-ra'i'ah. فأقول جزاك الله خيرا وتقبل الله منك شيخنا وسعدنا بك إن شاء الله، ورب دائما يجمعنا على طاعته، فبارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس طبعا، فجزاك الله خيرا وشكرا جزيلا شيخ. You can translate this. No, that's okay. Just say, please be.